وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر النصر 7 اتفاقيات مع وزير الإدارة والتنمية الإقليمية عن الجانب الأرميني، وذلك في ختام فعاليات اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك بالعاصمة الأرمنية ريفان. وأكدت الوزيرة أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من 100 مليون مستهلك مصري، داعي الجانب الأرميني لزيادة استثماراته في مصر والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد.